الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحنبحث في ديننا باقي سدحيتنا باب بيان كثرة طرق الخير. حديث سي تضبيتنا أهنا حديث بقر إيو صدا يسدح كتابك. السابع عشر عنه، أي عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أدونك دو حنوصده أو سافر أما أو سفره حنون بكويمد أما وات سفرتي والله لا حال بضع قفك قوله القرن جري واجبات كيسي أنو سيدي لبضاني أقدان كرين لأن حنون نوايمد هكينا سفر وكهو لن يهانا وأقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدي قفك أطمك إلهي وحنو الصدق أما السفر كتب له حلاقرا مثل ما كان يعمل وحلم ذا وحو السمين جري مقيما مركي نجا صحيحا أفيوبا مركي جوغي هل كيسي ديغان كيسي وجوغي عمل كولاي من جري بارلو قريا مركو مسافر نقل مركو فيوبا وراء مقبن وإلهي عافمات لقدما يستري عمل كو قبن جري بارلو قريا مركو حنصد طانا وحي فسير يسا لهم أجر غير ممنون رواه البخاري. ألقى مركا وحكا جمبقتا قفك مسلم كأه عمرو باللوضي إنو سنكك القؤيني وما أنت هدي إلهي وقدر إنا مربع ما شهد أي بضانتاي والليلة أو تاغنتاي وختمات أو بذيهين أو رادة أو بضانتاي صننت أو بضانتاي مالكي وحنون أكوي ماذا وأتكري ويسي ويحوكو قري سفر باب كشي سفر كون وحوشي سوى بضانتاي صلاة دي فرط كأهيدا أفرري ذا هيدا والله كبير لبيري وأسكدر بالبيري وصون كيبا لغا عفيو لغيري دب دنبا كسو قال له عمل كاغا ويحي أتقبل جرت أجر كذو يكو صعونيه وما يكو فرع وإلهي سبحانه وتعالى أجر كاغا سكابر كاساكا يدر رسيلي. وحين كم تهي عماشة أما أجور تسيدة قار كالله سيداتك ممنين تأ إلهي قرآن كفر كله هاي مالك لدوانبا لهم أجر غير ممنون وحي لين أجر أن كالقال هين أجل كأن كرجاء لهم وكان كذا. الثامن عشر حديث زديدي تمنات عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلت كل معروف وناج والبعض صدقة وصدقة رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه مسلمنا حلقي وإمام البخاري ننك جابر ومري طريقي سهكا كنت هوني الإمام مسلم يسوي طريقي سحوذيك وكنت هوني مركا لبدا روايات بوعسكمت كل معروف معروف محل مقع مركا ووحكا السيوان هذا المدرس يدو مهل بيك سنة وكلمة يدو فضفاضة كسئلة فرم وحاسوك قلي الشي وبيوان هذا ولذلك معروفك هدبا ديغان كالجوغانا معروف بحول لي هاي سيجارة وقاي حنبو لي هاي الظرف اللي قد جرنا وحو لي هاي حالات قارو لي هاي كونتكس كالمدء يكون جدتو إسياقي كسعر رتنا معنا قاري يا رنكرتا مثلا قرآن هذا سورة البقرة كالجيد وحا كسعر رتا انتا صجارا معروف فأمسكو هنا معروف أو سرحو هنا معروف قرآن كالب يقول بغانت سياقاس أي كلمة معروف كسعر رتا في القرآن الكريم في سورة البقرة بالذات وحالات قويسك لا لا معنى يحيي الكود هدي وانا بالكود الجوج هنا وانا كود الجوج هدي طبعا اي تي كلا اي تم هذا نلاش يسعون ويدان وانا كلا طيب مركا معروف ك يورب مركا عن ضابط وصمين معروف ك افريكا وكلا دوي معروف ك ان انت بقر ك ودلي معروف ك ان انت ودلي منك عادي ليمان ك وكلا دوي معروف مركا معروف مركا كهل لأن في هذا الباب مركا للجوجو كلمة معروف مربو سياق إذا أديني النهاية يعني مثلا هل كان مركا للجوجو محا واجبة صار عن قفك يعني مثلا ها
halagaa afrika inaan lagaaga baxnay ina ciyaal meel ka haysid oo madrasa geysid oo malcamad geysid oo allah mustaan aad inta ciyaarayaan meesha u fariis barka aad u haysid halka maanta dabaashi bay leeyihiin oo tagiyo kan hal la sameeyo islaanta maanta baxis adigu guriga fadhi macruufkaas afrika afrika hawshaama afrika hawshaas waxaa la wareega mujtamaca la wareega jaarka la wareega qaraabadii baa la wareegta hawshaas waa lagala wareega laakiin marka la joogo afrika macruuf kala jira yani isagu macruuf gaar u leeyahay oo bimacna ah of bil fuula in laga rabo oo wixii inuu marka ula yimaado oo fuuli usoo shaqeeyo gabadhuna gurigeeda ay joogto halka meeshaan ay taa labadaba dareerayaan marka hadii ay jeer macruufku meeshuu taagan yahay isku soo duubduubay kelimata macruuf waa wanaag walba wixii wanaag loo yaqaan aad is leedahay ninkan muslimka ah waxaa kanu faa'iida ugu jirta ama qof kastoo bini aadama oo ilaahay subxaana wa tacaala beer qoyan uu siiyey faa'iida ugu jirta macruuf wey ilaahay ajir buu kaa siinaya التاسع عشر عنه أي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي روح على جوري إنه يري ما من مسلم مسلم مجره مسلم كاس يغرس بيريه غرسا بيرس أمحون أبو ريه إلا كان له وحوهانه ما أكل منه إلا كان ما أكل منه wixii laga cuno waxa uu beeray geedka uu beeray ama geeda uu beeray sadaqatun buu ku leeyahay wama suriqa min wixii laga xadana lahu isagu sadaqatun buu yahay walaa yazuruhu axadun ama walaa yarzauhu axad buu nabigu sallallahu alayhi wasallam leeyahay ay walaa yanqusuhu axad qof ka nuqsaaminaya ma laha oo haddii wax laga nuqsaamiyo ay yarzauhu haddii wax laga nuqsaamina صدق بيوتها إلا كان له صدق النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع إليه هاي أو تدو جيد مالكو بيرو جيد بعد مالكو بيرتي شجرة بيرتي شجرة ده إياه ده والله وحبا حوال طبعا وحبا كصوب بحي ويد حديل لعنو وصدقو حديل لحدا وصدقو حديل وحلقو النقصامي وصدقو وحون حديل فيما وصدقو ولا يرزقه أحد عدم النقصامين يسا إلا بحدي أيد على كان لو صدقة بيو صدقة بيو أهاتي ما من مسلم مجره ويغرس غرسا جيد بيريا إلا كان إلا ما كان ما أكل منه وحي لقعون حقي لو حاوهان له إساء صدقة بالمقالسة وما سرق أي الذي سرق وحي الحاب منه أي من ذاك الغرسنا له صدقة بيوتها ولا يرزقه أحد علما نقصى من إساء إلا بهدي إدعاله كان له صدقة بيوتها رواه مسلم وفي رواية له وأسل إمام مسلم هدوه فلا يغرس المسلم غرسا مسلم جيد ما بيرو ومركا هدو بيرو فيأكل منه وكعنا إنسان آذن ولا دابة نفلي ولا طير شمبر إلا كان لوحا وهاني صدقة بي وهاني إلى يوم القيامة إذا مركا وحبيب بيرو حمسيون بيت مقنس ولا هو صرصانا يا حوالا يجرانا يا أوطيو iyo laama laga qaadanayo wax lagu dhisto allah mustaan shimbiraha dul degaya shimbiraha miranaya wax ka qaadanaya waxbaa dadka ka qaadanaya intaas oo dhan sadaqa ku socoto waana ka mid tahay waxyaabaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay intuusan maalinta dhirta iyo intaan la sheegin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka saa ugu guuraabin jiray wa fi riwaayati llahu limaam muslim wa riwaayati saddexaad isaga iskale laa yagrisu muslimun gharasan qof muslima geed ma beero ولا يزرع زرعا بيرنا ما بيرو دلق ما بيرو وفيأكل منه إنسان وإنسان وكعن ولا دابة أي كعنت ولا شيء وحضنا وهن نقضى إيكا إلا كان له صدقة بواهد ورواياه جميعا لبدو دوائي وريين والإمام البخاري والإمام مسلم رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزقه كلمة دا إياد أعنى وحلقه وضع أن ينقصه نقصامنه العشرون حديث لباتنات عنه عن نفس الصحابي قال الحير أراد بنو سلمة ري بنو سلمة أي وحي دونين أن ينتقلوا إن أسو قران قرب المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ميل أولو إن أسو قران بي دمعين فبلغ ذلك أرنك مركوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو وبهري أولا قارسين ري بني سلمة ay rabaan inay halkaa u soo guuraan oo meeshii ay deganaayeen oo ku yara fogeyd inay ka soo guuraan fa qaala lahum nabigu markuu wuxuu ku yiri
إنه قد بلغني وحاسو جاري أنكم تريدون إن أردتان أن تنتقلوا أقرب المسجد، أن تنتقلوا أقرب المسجد إن أدوسوا دواتان أما إن أدوسوا قوتان مسجد كمال أولو أرمين كان صاحب عرضه وهو صنع. فقالوا نعم يا رسول الله، ها ويجفتا قد أردنا ذلك أرنك، ها أرنك صنع الله معناه وأرن أن كوفا كرني إن أن كسو جورنو هل كي أن بجنين أن نسو جورنو مسجد كيو ريكيسة. فقال ما كان يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بني سلمة، راي بني سلمة دياركم يلزم دياركم، هل كان دقنتي دقن هذا تكتب آثاركم رادت كينا القرية دياركم يلزم دياركم، هل كان دقنتي دقن هذا دقن كينا أكوك هذا تكتب القرية آثاركم رادت كينا القرية هو مسلم. وفي رواية روايتك روح أقصى أروتي إنه النبي يقول إن بكل خطوة طلاب والبابا درجة معها رواه مسلم. وروى البخاري أيضا بمعناه إسلام معناها لفظ جماها الدقوة معناها من رواية أنس. وبنو سلمة أو سلمة وبنو سلمة بكسر اللام، اللام في إنها صدق أحسن، وقبيلة معروفة من الأنصار ورير لإقام رير أنصار كاملة رضي الله عنهم، وآثارهم أي خطاهم تلابون كذا لقوله حديثا. وحجر بين ربنا سلمة إن يسوق جوران أو يدجان مزيد كأكتيس ريد كيس أي سوق دجان على مسافة دي أي مزيد كأجرين بكو فقاعد نبغى مركو مقلوب في بالمشي نتجن هذا معايا لما مسافة أصاد جرا إنسان طلاب البدرو إنسان جاري والبول وصل بقى قد وهذه هدا أم كهل لأن شاق والبمرك الروبي وفي أنتو صاص على أجر باين كذا صاص على أجر باين كذا صاص على الكاس مركال كينا نتجن هذا ما بقفك وفق مزايك اكتس الدقن يوقفك مال فوق دقن ومال فوق كجي ما الوقت ماش فوق كي ما ذاك أجر بضل لكن ماشي هنا الدقن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث وحكم موجن صلاة ربي وسلام عليه دوان دم مدح وين أو أو كسر رأي أو وحدم والبابا أو مد مال كسر وهاي مع ذلك غيرك الجورة يجي لبلا إسقاط يقول صلى الله عليه وسلم أخبرته أنا ترانا بوسينيا كونسلتيشن بوسينيا قلنا بولا فريس أنا يا صلوات ربي وسلام عليه صيال دمر على النبي صلى الله عليه وسلم مولها انت صهون واي سوغيسا الله اسقصت سي سوغيا مركي عيدا اسود سي لا لو سوغيا مركي بقر قال لا لخري سي لا لو سوغيا مركو وفدي ما سي لا لو سوغيا وحا صن سي قبن صلوات ربي وسلام عليه هذيك انا صلات لي كو تاغين هي بش رمضان مركي الجو انا لو مرو لو دار بو بندغي قران كو بندغي جبريل عليه السلام او صصد بو قبنيا لا أذان وجد صلاة ربي وسلام عليه. إذا مشين كقفك وضعي معه وفي فرعون هاي باري منسك كوبا ضمئيو وأن نجيم تقعي معه مشين كسوى إيمانك وقفك مركو إيمانك وكهاليو ويسو ويهي كان ملوب كو جيدين جي بي أسكا مركو إيمانك ويهي وحرنا ويكو سهلين هي. نبي الله محمد صلاة ربي وسلام عليه صابوها إلهي كرادا إلهي سبحانه وتعالى في جنات النعيم إلهي مركا لجركي سهلنا قلقا الحادي والعشرون كوي لغاتنات وأهنا حديثك بقليه صدوات تدوات صدن إيه تدوه عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه حلقوري أبي بن كعب قال إنه كان رجل من باجري ولا أعلم أنا أجين أني أهان رجلا من أبعد من المسجد منه حق المسجد ككفك وحاجر قف وأنا أجين عد مكة كجفوا حاجة ديجان كمسجد كانوا نكا نكفوا جان بدن مجرم بولد وكان لا تخطئ صلاة نكا وقعوا عنين عن صلاة ساجين هل صلاة مجف في جرم ما الفجنو كي منجر فقيل له حل جويري مركو حكى الجيران أيه والمندر إن عد كلا يكتر يسق إنه يسق ها عد يكتر مركو حكى فقيل له حل جويري أمضى أو فقلت له حان كويري لو اشتريت حمارا كورنا هذا الضمير سوق ذاتي لما قالين كوقت يجري حمار كاس وتركه أتفوشي في الظلماء مركو قد عرك الجروب مبدك الجروب وفي الرمضاء مركو كلالها وجروه وعرى كلالك وجروه مركا حالات دون أي أد وكلو شيء جوه وكلو لها تمر كاسا كوه نكسان الله وهذا وقف كيري ما أنت يملف بكتي ما ضايا هل كاسول من اللي ما تقاريه روحوغا كسوق قاضو ماشا كاسوق قاضو ماشا كلمة سوق ذاتي فقال يقول ما يسرني إما فرح قليل يسو
أن منزلي إن أقل كي قولي إلى جنب المسجد مسجد كذا نعيشونها بتاكو فرح سليبي صوت حليه إني أريد وحان ررا أن يكتب لي إن لي قرى ممشايا سعد كيغو إلى المسجد أن أصعني إيو رجوعي لابد كيغو إذا رجعت إلى أهلي ريكي كمركا أن نقوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي طبعا مركو مقلي بوحير قد جمع الله لك ذلك كله إلى أنت أدوه أشوك عبدالله يعني يوحى الرادين ليس إله وكسي صلاة دي أجر كذا أو مالا لكن قد جمع الله لك ذلك كله ومحي ممشاك إلى المسجد ورجوعك إلى منزلك أنت بأجر كذا ولا بنبي صلى الله عليه وسلم رحل كابو حي بشارة وصول انتهت قد كما لها ففقي ماذا مسجد المسجد وكما صار ففقي هان واك أجر بني أبي نوعا ما إن يروا كم ضلعت سارين هاي أفتر كذا أجر كذا لذا بإذن الله سبحانه وتعالى لأن الجيال بحنس وحبر سكر سامه نال إلا كل عيا معها أجر كذا لذا بإذن الله سبحانه وتعالى رقبه مسلم كأ إنه شيء وضبقه وكأجر ضلبه هل كأون ما أنت لن أجر مرشق يكون جراي وحي كم تهي دأب المؤمن وي وفي رواية إن لك ما احتسبت في النبي صلى الله عليه وسلم وحات حساب ستيب الله الرمضاء حلق وضع الأرض التي أصابها الحر الشديد وقلولك مركو كل الدرن وكي ماذا قدرت الوحيد دعان كلمة رمضان لفتر كيد وبشان هدى أن كل دلنا رمضان نحن رمضان لو يلي محال كل لها الدرن مركي حقا للجو وقت أدو كل ويعنى قلولك وكل هاي بوقت حلو وخصوب بيد ما سيدا أحيد الثاني والعشرون حديث لبي لغتنا عن نبي محمد عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أفرطا الرموض أنا حالضاد عليها وحا وغص الراية منيحة العنز إن قفك رديس وقفك لا أما هي أو سمركا عانيه إذا أما شو اللستو كدو من أوسو عليو أي أوس الرئيس إن تلادور أريغان أم ريدان بأي جوكته بل سيها يسوء ما المهم عانيه إذا إيه مكا هلكا كفا إليسو تانو أوس الرئيس واتا نوي مكو فيه ما من عامل مجر قف عمل فلي ويعمل كو عمل فلي بخصلة حالوة منها إيه كمدة رجاء ثوابها إيه ثواب كده إسوء الرجينيو إيه وتصديق موعودها وحي لا يسوي الرومين والرومين هذه قفك سيدة أصمي إلا بهدي إذا أدخله الله إله وقليا بها بسبب خصل تلك الخصلة حالة دا أولا إيمانا سبب الجنة إليه سبحانه وتعالى هو قليا رواه البخاري أبو حاوري المام البخاري المنيحة محالة قوضة أي أن يعطيه إياها قفك إنه رد السيو ليأكل لبنها وعنه داس ومركا وحي كصبحا وهلكا ومركا ونفقيستو ثم يردها إليه كده من أدب بسوء عليه مركا خصلة وخصلة ومفرد خصال ودمع يدي فعل فعال بلغو دمعها خصلة إيلا وحال كان قاري وحنا صومر الحديث إيمانك إنه دور الشعبك كوما دور قيبوت أنا صومر أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ودرسي شرعي نصومر هل كان مركز خصال باللوقي بعماش وحلالها مركز classification بو سيبوا قبل أبلي سنتا ودرجة الكوة درجة الله درجة السدحة عماشا مركز pilot up ساعة صدق لذو صارا خصاشا وحا أغسر رأي منيحة العنز وحانا مركز النبي صلى الله عليه وسلم في عماشا ترضى بضان أفرطا كأه قفك ميت كمي دل جماد قفك إساقا إذا مركو سمينين أجر هل كاكر هذين إساقا الرميسان وحي إلهي سبحانه وتعالى هل كأقوية بوهي جنوكم متساب صلى الله عليه وسلم الثالث والعشرون حديث سدح إلى باتنا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن مقلي أوله يقول إساقا اتقوا النار والنار تكبقوا كدور صدا ولو بشق تمرة ثمر تيحب الله كدقة يعني وحن بالك قبت بعدها وقفت صدقون هالله نعمانتا تمرتن الله يا وقفك انتو يركعونو سقطوا رماشي ليدا جي حيدا له مالبي هنقولي كتاهاي وراشين كتاهاي ضد احترسا ضد طبع ليسا ضد حالات هنكجرة ضد قاجة اللي انا ضد طبعا قفك نرحو دريني كلا معنا هاي سمين يسو بشان ما مركر عبار صومنتا او مركيبا موضضة
marka lagu aadaamo oo afurka halka aku qabto biyo xog ku dhabay dhaway kan u horay aad yaa ihtimal ku sii macnaheedu ku sameeyaysa jirkaaga energy ku soo celinaysa ka warran hadii qofka afur laatan ka saxda aanu ku sareen waxba aanu helaynin laa suxuur walaa iftaar walaa shay waxba uusan heli karin marka shiqi tamara nabiga sallallahu alayhi wasallam mithaal ahaan buu soo qaatay yacni sadaqa yaraysi yaraysi ma gasho صدقوا لما فوضيسن كر انت يبدا انتو هلأ كاتل منها شكلت منافقين تو ان صامر الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جودا فيسخرون من سخر الله من صدق انت يبدا انتو هلأ كاتل هم بجلي كتاب ان الله سبحانه وتعالى وفي رواية لهما الامام بخاري والامام مسلم عنهم عن عدي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد قف انك اني كبد المجره إلا بهدو جرو سيكلمه ربه إلهي بأ الله للدون قف كستاء إنك نجمده إلهي بأ ساء الله للدون يعني سيدة ما أنت لو الروح أو وله المثل على الشيء كي سنة وكذا إلهي بأ كلها للدون ليس بينه وبينه ترجمان يضع إسجي إلهي الترجمان أقول حيث أين دين وح إني ترجمه مكامه إلهي مية ترجمه أبعه محدد دونتك هذا لقاتك إسجي أبو ريب فينظر مرقفك مركم ماشي يسوي التاجا وإلهي الله الله لك هذا فينظر وهم من إحسانا يا وإيجي أيمن من حق ملكته فلا يرى إلا ما قدم وهو هرم رسمه يحكى الأمام مغضان وينظر أشأم منه بلحدث إيجي فلا يرى إلا ما قدم وهو هرم رسمه يحكى الأمام أكتب وينظر بين يديه هرتي سساء إيجي فلا يرى إلا النار نار أم بأم قطر تلقى وجه وجه سكوبيجا كيسا نار بهكا قطنطا marka waxa la gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam ee waqti ilaahay allah faqid doonto lahal doonto iyada cidna saddexaysa ay aan jirin turjumaan maashi aan jirin qof markii ay ilaahay isku kaliyoodaan oo labadiin waa faqaysan ay waxa la midigto halka milaysan halka dannadii baa muqata yani waxa muqdaan dhaha amalku hormarsan oo biixu hadan milaysan hadan waxa muqata amalkii hormarsan baa muqda hore oo sa u fiirna naar baa muqata marka sunnabiga wuxuu xiray sallallahu alayhi wasallam fattaqu an-nar hadaw naarta ka dhowrso naartaas idin muuqanaysa maalinka ay ilaahay la doontaan ka dhowrsada walow bi shiqqi tamratin timir jeexeed oo kaga dhowrsada faman lam majid qof kan heli kale wara heli weydo dadban way oo ma qasama anoo xaalada aad ku jirtaa ka qiyaas qaadan dad baan heli kale fabi kalimatan tayyibatin oo rahwanaagsan kalimad wanaagsan ولا لو لفت الكيلة معنا يسميسا السلام عليكم معنا يسميسا سيحة الكبرة معنا يسميسا من الضونطة معنا يسميسا الله إلالي معنا يسميسا كلمة ده وناكسا لفت الكيلة قفك مركة ويضو وكامر يضالي لفت الكيلة أجل كيلة لي والله مركة مريسا لفتك السلام عليكم هذا الله قرم مريم النبي وهو نوت الماما إن كلمة ده يضع نار لغير بالبادي الرابع والعشرون حديث أفريت الأفريتانات عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوله إن الله إلهي ليرضى راضب كنقن عن العبد أدونك أن يأكل الأكلة إنه ولقمضي أعونه فيحمده عليها إلهي مكة وغامها النق أو يشرب الشربة أبيه أكبضه وفيحمده عليها إلهي وغامها النق يعني معنى إلهي سبحانه وتعالى راضي أهنشيس حاجة لمرك ليس لو معه مراض الله هو إله جعله إله يكون راضي كالنغضة وهو راضي كالنغضة وحا كمدة لو مضى مرك أفكا أساء وقرغتي إن الحمد لله إله هذه إله راضي بكان نقنا بيات كبتي وحات الحمد لله إله راضي بكان نقنا هل كان عمل بكجرة ورنتي اللي باب كوحن كجرة للزياد من الخير الأكلة بفتح الهمزة أي الغدوة أو العشوة وحلو مرعابي كروح مالك اللعونة أما حبينك اللعونة يعني مضى قفك وعونيه الخامس والعشرون حديث شان لما تند عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قول حيني على كل مسلم مسلم والضوء حاصر ما الله قربه صدق قال بحير أرأيت إن لم يجد بالرسول الله مسلم كان آتري صدق الله قربه بل كورا هدو هلو هلو كده قال فليعلم يعمل بيديه يعني في ذاك الشقي فينفع نفسه يسقى وحي استرى وكل ذي يراشينك وحي يسقى بحيه ويتصدق أنا صدقيس صحابة المريم كنا نحمل على ظهورنا حمالي وأنتان مقلنا ودبرك وحكو سوقاننا باوحي إنه قصد محمد صدقي سندين صاهر يلو
قال أرأيت كورا إن لم يستطع حدوسا كريم ما هو شقي سنكر كورا كي راح يدمر هيلي كرو شنيك هذا هو كير نبي سومالي إن هشقيسته شقي هذا بزون هيلي كري كورا أم كري كري قال وحر يعين وحو عاونيا ذا الحاجة قف ضن له الملهوف إدنتي سأن قبسا كريم قف بعد حاونيا ساعو وحي أرغي إنو قبسا ما قبسا كرو قالبو ما إنو فولة ما فولي كرو إن قعنت اللقبتو الربا إن وضل لمرسيو الربا إن وحمو قولي كرو إن أقرتد بو الربا يعني قفك وحد كد أنتي وأتكغفي عن تاي هذا تقرب استاكتد إنتا ساكو وفر بنبيل سحابي جماعة رنا وحيد قال فير أرأيت إن لم يستطع كور هدو تاكل وي بدكل لي ها عاوي سوى كمرونا حاو نسو كورنين كرا كورا قال فير النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف أو الخير بدكل وانا قفريا إلهي كبقى خير كسمي صدق الله بحا والمساعد كسهل ليال ورضتك على الله وانا قف شيقيا قال فير يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل كور هدو سنسمينتان يعني سحابي جماعة ونوهر ليا روتين كور هدو تاسا من قال وحير يمسك عن الشر شرطو كإستاغية فإنها صدقة شرطي ساس بدك مركا كالها مركا مرنوة إطار التقناء مرنوة التبانا هذا هو سوء كردين كريم يعني على الأقل وحاجة لا إستاغ سلبية بدك لا إستاغ وعرفك على اللقاء بالبال وأفكك على اللقاء بالبال وأدينك على اللقاء بالبال وضدك مركي خيرات كي سماني أتي تو خلدن أكلد هل دل دل إستاج إنه عليه إنساس وقدام عسيا هي دنا كلا كود جريء النجار ملقوش شقي سنة يعني هولا كلا جريء فيلا كلا قرصان بعد جريء ده إسكده أبي مثلا مين كده سامع ضبع أقوم ما يكون الدعاء هاد هوشنا صوت إذا حديث كان متفق عليه على نقطة من مرك مينيمم ليفل وصدقني أنت أوه سيسوام هاي شرط هذا لقب الباب أنت أوه سر سيسوام هاي إن الأدو حلتي ماذا سوكو بنكرتي معناها شو نبيك صلى الله عليه وسلم تمام باب الاقتصاد في الطاعة طاعة إن لا نحن حيسته أنت أضم حدث على يسو هل يسامع هل الزياسة هل على يقفك أنه شيء اكستريم لي وحكك وكبح وجانس بإسكو ديده حوالي أنا بصوها كنا يضع إن لا نحن حيسته في الطاعة الطاعة دي وإلا محبب اللي هو ذا قاري كريه إن لا نحن حيسته قال الله تعالى إلهي وفي طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا محمد قرآن كان إنه كومين سود الجن إنه تقول لبتوتي قرآن كان يقول لبتوتي لما سود الجن إلى هذا الوقت لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آياتها لقاها لي سورة في سورة البقرة عن الرمضان عن الصوم آيات الله قال شهر رمضان إلى هذا الوقت لا يريد الله فضي إلى علاس إلا مرره عن عائشة حديث عائشة لقوي وحديث كواذ باب أهنا بقول أفرتني له رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل عليها أصل قليمان مع محكمة وعندها امرأة إذا هوين إلا جوكت النبي قال صوت قلي عائشة مكة وحل جوكت هويني ما لجوكت قال النبي قال من هذه تنويتها تنو قالت عائشة وحيت هذه فلانة وهبل كبر إلا جوتا وهبلو تذكر من صلاتها أيضا مركة صلاة دي الشيقي سيقف أدو صلاة ضمنك قال نقول فينا مه مه وامحي وارترتيب صلاة وكي استاج عليكم بما تطيقون وحد كاركت على إيمان فوالله ما نقول دارتي لا يمل الله إلهي من نوغيو ومدالي حتى تملوا إلهي من كالداشان يعني معنى إذنك من الداشان من إلهي مدالي وكان أحب الدين إليه نبي قال الدين كان لو وجع البليان وحوءها ما داوم صاحبه عليه وحي وقفه ودائمه أما أحب الدين إليه إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه لبعض السياق متفق عليه مه كلمة دعم حلقة وذا كلمة نهي وزجر وكلمة ريبس إهارة قفكوا لا يعلمها كيستا ومعنى لا يمل الله من حلقة وذا لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم إلها إن كجول مايو أبا المريت إذا أبا المريت يعماش الله إيمان إنسان أبا المكيد ويعاملكم معاملة المال وحون إن كل نق ما يقف دالي معاملة سكره حتى تملوا إن إلا إنك أتكد عشان فتتركوا أتكتان فينبغي مكوا حبنا لكم وأولئك
أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه إن ألطت مال العماشة وحد كرك التال إلى الدائمتان ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم سمك ثواب كيس يفضل كيس إذين دائمه حلق وضع مكة يعني وحد ألطت المال ميه وين يبقى المال آد الصلاة بضان ويتكت هاي وصان بي شاي من دون بو صوم مروي كفا دينك صلاة سبيه مية تختيف صدق مكة حلق وحد قاتل عملك وإن قل هذا يرى ذلك انتو الضوان هل أكاد لكن لا دائم إن إله كجع عمل ترى بضان أو ماما أنت تدرك لك في كفتك كدي من هالك حكاك تكتب يعني هل بيت أو قرآن أو آت سجوك تاولك مالي وكا خير بضان طوان أنا أقل سيدو هدانا كتكت لو الرقع أو الدائم تبقى أنا كتك وحكا خير بضان طوان أدو تكتب أو ما أنت تكتب برينة كتكت صدقت جوك تاء أو ليقان أو ضبعي كنت السلام أو بلو بواي كاور سودان أو مركز دي لو تانا مرة يسوي دجاج تاجر أو بلا دجاج جرينا يعني أو وأفر تالو كم اللي سجيو وعندي كخير بلان تاعي شنو كان جوتو كخير بلانه منو هم اللي تاب طورتو أعطيه استعتد يدو خير كي إذا كمان مرة لكن أدومه عليه صاحبه ووقفك دائم إليه سبحانه وتعالى جعليها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا ترتيب صلاة عن أنس رضي الله عنه قال وحيري جاء وحايمت ثلاثة رهط سدح روح با إلى بيوت أزواج النبي نرجع قريه س هوين كيس قريه هذا يمادين قد كان مركب ما هذا تكسع عبد الله محبه روين وكذا يسألون عن عبادة النبي يبا مركب والدين النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ديس تنا الله علم بارس تبت تواتم حبا الله باري علم بالله باري بحث ميداني ما كانوا كذا قريه النبي صلى الله عليه وسلم وحي قلتني وحي كلامه وحي روان إني وكذا النبي مركب قريه الجوه وآه ماش إيه كقرصان مركب مساجد ولا جوجان ويسون مغضانة مركب قول قد جوجو وهذه سلك هذه يستو وح وقبطين وقاعدان بالرب فلما أخبروا مركب الله والرمي قولي النبي ساعي 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 وحاس وقبطا كأنه حال المودة تقالها إن أيضا وحيقوا قبانيين بابا الله يهرابي وقالوا حيلا ذين أين نحن من النبي مركب النبي نبي هدوب السلام يا هي وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر نبي قدن بيسه الرئي يكيس الدنبي يلا ضعف هدوه سلم أشقينه وعماشا أقبت أنه هل كان جبنا مرك قال أحد مرك قواني قاتل مرك بارسي محاك صباح إن بارسي وحاك صباح قال أحد مكود داروك أما أنا صمع قال يقولتين فأصلي الليل أبدا هل يكون هو تكني مضى الصيحان يو وقال الآخر كان كلا نبحيره أنا أصوم الدهر سنة كرم وسومي ولا أفطر من أفري فوضع يبقى لو يتوانك بلوض وقال الآخر إن كان يوحي وأنا أعتزل النساء دمر رمب وكفقانية فلا أتزوج أبدا ما بقول سنة يبقى صدح القرآن وكسرين قول وحير ربان نيو البوائن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي أو جنة يوسف بنان كيس كتاب أو دنوب تيستين دهراء مدى قلالك إمان دون طبع الله ترتري هدي بسان عبادتي ستاي هل كان نو مركا هل كان جبنا انك صدح له القران قاتل منا ان وصلاه مويا وحكى الامر قبل منا الصون جوتا منا ما بقول سنه بالعباده مقويا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه صدح لي القران ماذا قاتل بان الامين فقال الحين انتم الذين قلتم كذا وكذا ما اليك قال لي هذا الله بساس وكلام ولقي إنا صوم ولقي إنا ليلت كذا إنا نقول سن من كايدي أرطوه بسنة طبعا مكو هو بسنة كذب يقول أما والله ما قدرت إني أنا أو النبي إني نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأخشاكم لله إلهي مد إن كوب عرسي بضن بانه وأتقاكم له إن كوب تقوى بضن أو بمعنى إلهي سبحانه وتعالى عد أنا إيقا عرسي بضن أو إيقا تقوى بضن مجرد ساعي تاريها الدانة اللي يقول لها بي إيه لكني أصوم وان صوم وأفطر وان أفر وأصلي وان تكذا وأرقد وان سحدا وأتزوج النساء وان كوان قرسدا فمن رغب عن سنتي قفكي السنة ذيدا كبال مرة وكف قادنا فليس مني إيه مطر سنة متفقون عليه هل كان مركا نيوانكي صدح لأها كأن نذو دي حجرك أها هل كان سألو سأفطر أنا النبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو ما تقدم من ذنبه عد إلهي يقع عرسي بضل مكان بجفته عندنا
صون وان صوم وان افورا وان تكذا وان سعدا وان الجرسدا مرك سنده واساس هذا ربطان سنده النبي ان بعدان وتابوا في النبي صلى الله عليه وسلم متفقون عليه مرك هذا على قاعده ان ايسان بنانين كبدبنت اكستريم كا دوقف غير ابي دو وان تكنا ما لك دو وان صوم ما يتاما هرن وحن سو شرحنا عباده ذا كونسبت عباده مرك اسلام كلقي حي انه يسك بالعرض تنظف أديك قف في سفن يدرس كده جيسن عبادة كجرة هدو الصعود مال فك وأفر ضانانا انتو سيشد عبادة كجرة هدو اسكور دي عبادة كجرة هدو حسكا من طالع عيسان يؤدد كفريمو ذي كجواب يؤدد كيس أسران عليه عبادة كجرة عيال في سمكو لا عيار عبادة كجرة عيال كمركو كتشنك جيس كالجرة اسنقو أفر كلاب ديارنا عبادة كجرة مركو ضل الله شاكي سنة لكن إن أنا أليين حمي حمان ماشي أن كشيء حن يسقدرنا أن شيء عبادة كجرة مرك عبادة ذو يدو وأنواع كلا دومول دينتنا خصال بيلاد أو شعب بيلاد أو درجات بيلاد إلى كلا هدوق فيني رح أقع إسك إنت جد السوية وانسحنا أنت أفرك لك جاري دال بندري ما يصير تراويح ده أنا نهر دون عبادة كوسعت مرك عبادة ذو ويبلانته إذا سي كلا أو درجات كلا ومرك صلاة لجاري وعبادة سرريسة مركي صون لقاه له عبادة صريسة مركي القرآن أقص لقاه له عبادة صريسة لكن قفك مؤمن كأ إن أنت أوبا وكوجد الجر هول إله رادي جرينيس وإله أنا كعريسيني أنا وكوه الله يوح إله رادي جريني أنا إله كعريسيني عبادة سو كجرا وعن ابن مسعود عن كوجد الجبين حديث كان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيك صلى الله عليه وسلم قال إنه هلك المتنطعون كوا متشددين تا يعني ومال أن أريك لغا بحنين أريك كالليغا نبي بحر كوا سوى هلك سيمين قالها ثلاثا سبتح جربي متنطع ومال أن أريك لغا بحني ما كان أريك جلست دينتون أريك ماها وحن لأتكينها أتكين وحن لفوضينها فوضين مركا اللبا قفك مؤمنك وأنو سن مركي بقل إزديت الدقري ساعة الجريم ومن النقيض للنقيض وأبسط أبسط وأنو سن آدي يعني معنى شيئا لأتكينها أتكين وحن لغو أتكين أجوز كأتكين حديث كدن بيان وشا في الدوان وح إلهي أوصن الوح يقول الفضود يهين لكن أدو هسي فضين لأن دين توي الفضود دهب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي يقول الرواء يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم دين توي فضود ده سيدي الفضود ده أبي فضيت كاس فضيت كلها لسي رادين ويريد العلماء ده قفك ما أنت العلماء ده لحو ريجة يسألوا الرادين يفطو حوغا اسك فضود كان بو لقي سنة حوغا حولي ما يتنكن وحوشيك حوغا ده تكون وقت كي متكل وقاده وقت كي متكل والرادين يا ماشي أو فضود ده سيمرك ودات كاس جواب تفضي كاب بحي أو نغضانيك عالم كاسك وآمسي كده من أولوني كان بقول نكاح الجماعة قالن كه أفك صاص وكلا علماء الحين من تتبع الرخصة تزندق تزندق كف كف هل كفضيت كمان دنا الرادية عقب بلنت أن الإسلام كبنان كي يستعمل مركب ضم بس لأن سألنا سعد مالك لو قصاره مركب وح هدي بوح سجن أيهين بين تأثر كده ما بعد كينة سيدة إذا مركب قال تنطع أنا وح كلا أيضا ونقول كره كلمة نطع عصر كتمت كلمتك إذا تشدقنا ونرجع التلمامنا وينوع المنظمة وإلهنا بالله توفيقنا.